لي لو عمر عارف مش هيحصل حاجة أكيد هيتفهم، وبعدين طالما هو عايز يتجوزها يبقى أكيد بحبها، واللي بحب بيسامح. مش على أي حاجة يا رانيا، وبعدين الراجل مهما كان هو الراجل، يعني حاجة زي كده ممكن تجرح كرامته. يبقى ما تقولهوش، مش لازم يعرفه. خلاص سامي ايدك يا عزة. حبيبتي ياسمين رافضة تتجوزه إلا لو حكيت له كل حاجة، وبعد كده هو اللي يقرر. الفردوس اللي عملته ياسمين ده ما كانش برضاها، كان غصب عنها، هي دي كانت الظروف.